شوفه يضحك ليه الحين ايه اشوفه يعني هو الكاركتر اللي ماخذه حلو م. ووايد لايق عليه وشيء جديد هو اول مره يسوي م. فعشان كذي بعد الناس ان استغربوا انه ما كاركتر غير وطالع بشخصيه جديده وصار هم بعد في كيمياء بيننا فلا حبونا وايد يعني م. سعود وزينب وايد الناس حبهم